لكن ما انا رحب بديزيري ازيت البينت صديق للبيئه حسب اي بينت استعمله يعني في اورجانيك بينت اكيد في اكيد خاصة يوجد وكمان للفن الجرافيتي ايضا اكيد اكيد يوجد يعني حسب هن شو مستعملين ما بعرف اذا كانوا واعيين قدنا شفتي هلا واعيين قدنا حبيتها ديزيري ازي اهلا وسهلا فيكي معنا بتحلى الحياه اليوم موضوعنا جدا مهم لانه بفتكر كل شرق الاوسط بيعاني من هذا الشيء لانه نحن كرم وبنحب سفرتنا تكون اكيد يعني نحن بالنسبه لنا كل ما في اطباق على الطاوله كما يكون هذا رمز رح نحكي عن هدر الغذاء صحيح رح نحكي عن الهدر بالغذاء اكيد ليش مثل ما قلت كارلا لانه نحن معودين انه على طول على المائده تبعنا على طول عندنا كذا طبق يعني اذا كان في طبق واحد نحن بنحس انه ليش المامي تعبانه بكل شيء انه ليه سو نحن هيدي فاتت بعاداتنا كثير انه هدر الاغذيه وعالميا صارت هيدي مشكله بيئيه كثير مهمه عم ينحكى كثير فيها مؤخرا فحبيت كمان شوي نسلط الضوء على هالمشكله فاذا شو هو الهدر بالاغذيه هلا الهدر بالاغذيه اكيد نحن بنحكي عنه قصدنا في كل شيء فائض نحن يعني عن حاجتنا مزبوط كل شيء عملناه زياده عن ما نحن بحاجه له او كل شيء عملناه وما قدرنا نستعمله اضطرينا نكبه بمرحله معينه اكيد بنكبه ليش لانه مثلا نحن خلصت مته ما قدرنا نبيعه شكله مش حلو وغيرها من الاسباب اكيد اللي معقول تودي للهدر وين بيصير هذا الهدر عادة؟ نشتري زيادة عن اللزوم أم نطبخ أكثر من اللازم؟ يعني نعرف نحن يمكن نكون شخصين بقلب البيت بنطبخ لعشرة وبنرجع بعدنا للأسف الشديد بنزت الباقي حتى لما بنعمل شوبينج سوبر ماركت نشتري كمان زيادة عن حاجتنا أكيد هلا نحن هول كلهم اللي عم نحكيهم نحن هي على قياس الشخص الهاوسهولد يعني البيت بقلب البيت شو عم بيصير بس لازم نكون كمان واعيين إنه قبل ما يوصل البرودكت على السوبر ماركت عم بيصير في كتير هدر مأكولات يعني منه قبل ما يوصل حتى لعنا على السوبر ماركت يعني قبل ما يوصل هيتا ناخد اكزامبل ما بعرف بطاطا مثلا انا اذا عم بعمل برودكشن لبطاطا اوكي هيدي البطاطا وقتها بتكون عند المزارع مثل ما شايفين هون بتتقسم الهدر تبع الاغذيه على كذا مرحله أوكي. يعني اول شيء اكيد نحن عنا اكثر من 40% بنهدرها نحن بقلب بيوتنا يعني او بنعمل زياده اكل او نحن بنكون مثلا اشترينا اكثر بكثير وما قدرنا نصرفهم فانتزعوا او ما عدنا حبينا شكلهم او صار شكلهم غريب ما عدنا طبخناهم بس الاهم كمان بيصير قبل ما يوصل لعنا عند المستهلك على بيوتنا بيصير عند المزارع مثلا بحاله البطاطا المزارع مثلا شال البطاطا تبعه في قسم منهم ما رح يقدر يشيلهم بيكون ما انتبه لهم ما شالهم انكبوا بالغلط وفي قسم ما رح ينباع معه لأنه مثلا شكله بشع شكله منه مبروم منه هيدا كله هدر أوكي؟ كمان تاني مرحلة نحن بنعمل فيها هدر هي نحن وعم ننقل هيدا البضاعة لعند المعمل اللي بده يحولها لشي تاني يمكن مثلا معمل رح يحولها لتشيبس لفريت مثلا كونجولي أو غيره بهول المعامل كمان لانه نحن بهمنا كثير المنظر تبع المأكولات كمان نحن بنهتم انه كل الفريتات يكونوا بقياس بعضهم او التشيبس كلهم يكون شكلهم حلو فكمان بنكب من البطاطية شقفه كثير كبيره هول كلهم بيحتسبوا هدر ونحن وعم ننقل بعدين مثلا التشيبس او الفرايز على السوبر ماركت كمان ايام بيصير في عنا مشكله بالنقل بيتاخر بيعلق بعجقه بينتزع البراد اتسترا كمان بنكب غيره بقلب السوبر ماركت اكيد اذا ما بيعوا البرودكتس لانه ما بيهتموا أكثر شيء إنه يحطوا البرودكت اللي التاريخ الاستهلاك القريب واللي بده بعد يعني بالداين وقت يحطوه لورا سو هول القصص كلهم بيكونوا إنه سبب ليش نحن بدنا نهدر آخر شيء يعني بيتسبب بهدر بس أكيد ما إنه شفر صغير يعني نحن ثلث المأكولات اللي بتتصنع عالميا عم تنكب يعني حوالي 1,300,000 طن من المأكولات يعني بينكبوا سنويا يعني انت عم تذكري توقعنا يكون العدد كبير او الرقم كبير بس مش هالقد كتير بس التسلسل يلي قلتي بتقولي انه وين بكل مرحله عم بيكون اكيد بكل مرحله لسوء الحظ ما عم بيصير فيه هيدا يعني ما عم ينشغل مزبوط على الموضوع والشيء بيزعل فعلا لانه في عنا اكثر من مليار شخص ما عم يقدروا يعني ايه عنا مجاعه عالميا ونحن بذات الوقت عم نكب كتير مأكولات يعني 20-30 كيلو سنويا لكل شخص منا كتير كتار هلا ليش عم نحكي عن هذا الموضوع وليش مهم بيئيا لانه نحن لازم نفكر انه انا كل ما مثلا اذا تفاحه ما اكلتها او بطل شكلها عجبني كبيتها انا كون انا عم كب اكويفالنت يعني ما يوازي مزبوط 70 لتر من المي لانه انا تعملها لهالتفاحه في المزارع يلي نكش التربه في التربه اللي استعملتها في المي اللي سقيت فيها في المواد الكيماويه اللي حطيتها في كل الانبعاثات الغازات اللي انا تسببت فيها فعلى طول بينعمل شيء اسمه الفيرتشوال ووتر يعني المي اللي انا فيرتشوالي استعملتها لحتى اعمل هذا البرودكت كل اسبريسو انا بشربه بالنهار لازم اعرف انه 35 لتر من المي
كنا نحن بحاجة لهم تنعمل هذا الإسبريسو. أكيد عم نحسب هون إنه المزارع كيف زرع والمزارع كيف قطف وكيف اتاخدت هيدا حبة ونشفت ورجعت سافرت حتى توصل لعندي على السوبر ماركت وأنا رحت بسيارتي تأخذها. كله هولي يحتسبوا التأثير بيئي للبرودكتس تبعنا. الهامبرجر أنا كتير يعني شيء أكيد نحن كنا منحبه. الهامبرجر 2400 لتر مي بدنا تنعمل هامبرجر واحد. مثل ما هون شايفين بهيدي الصورة أنا حتى مثلا أعمل شقفة ستيك بدي 4500 لتر مي لأنه البقرة بدها تاكل. أنا بدي أزرع لطعم البقرة وأنا بدي مزارع يشتغل. أنا بدي أستهلك بالتربة مواد كتير مهمة. لا. البقرة بدها تشرب. أنا بعدين بدي حولها يعني لستيك بدي أسقي صغيرة. أكيد كل شيء أنيمالية يعني حيوانة بيستهلك أكتر يعني 20-50 مرة أكتر من المي من تفاحة أو ليمونة أو بطاطية أو غيرها. يعني خلينا نفكر زيادة هلأ بعد مزبوط بدنا نفكر أكتر إنه اللحمة بليز إنه مش يعني نستهلكها نشتري قد ما نحن بحاجة. يعني ست البيت تفكر قبل ما تروح تشتري لحمة هي شو بدها تطبخ اليوم وبكرة وتشتري عادة منكدس الفريزر وانا عارفين شو في عنا لحمة. إذا فكرنا بطبخة بنرجع نطبخها ما منشوف شو في عنا بالفريزر مشان تنخلص منه قبل. عطول يعني كارلا مزبوط نهتم نحن كست بيت إذا نحن ببيوتنا إنه نحط عطول البرودوي يعني البرودكت اللي أنا لازم أصرفه بسرعة أتركه قدام مش ما نشتري من الأول وجديد. مزبوط هلأ هون عم نشوف شيء كتير مهضوم من عمل عالميا عم يعملوا كامبينز كتير مهمة حتى يوعوا العالم أكتر وأكتر شيء العالم بيروح على السوبر ماركت. يعني يمكن المسيو أو المدام اللي بيروحوا هن بيعملوا الشوبينج بالسوبر ماركت. هلأ أكيد تنروح على السوبر ماركت حتى نقلل الهدر لازم أنا أكون عاملة ليست ما نستخف بهذا الموضوع. يعني كمان نحن وماشيين بالسوبر ماركت انه بيعرفوا يلعبوا علينا ما بنكون عاملين في الوان وهيك. لا انا روح جرب حدد انا شو اللي بدي اشتري اشتري وما اشتري اكثر ما انا بدي اعرف حطهم مثل ما قلنا بقلب الخزانات انه اللي انا لازم استهلكه بسرعه احطه قدام والباقي احطه ورا. اكسبايري داي دائما ننتبه عليها ونقراها مزبوط ننتبه عليها. الاتيكيت بيقولوا لنا اذا نحن بده براد ولا ما بده براد نجرب نحترم. اكيد يعني السيده اللي عم تطبخ اكيد بطبخ الكميه اللي انا بحاجه لها واذا باقي فائض ما ضروري كبه دغري معلش اذا ثاني نهار نحن استعملنا زيت الطبخ. يعني في هالقصص الصغيره لازم نفكر فيها لانه كمان لازم نترك براسنا انه في البيئه بس مش بس البيئه في عنا مليار شخص عم بيموتوا من الجوع. يعني كمان انسانيا مش كتير حلوه بحق يعني بحق العالم الانسانيه. اوكي اكيد غيرها نقدر اكيد نعطي دوم. يعني انا بالسوبر ماركت بليز اذا بيبقى عندي فائض او بالاوتيل او بالمطاعم مطاعم كثير بيصرفوا. يعني احنا بنعرف عنا في اتيود صارت للدول العربيه نحن بتعرفوا الاعراس تبعنا اكيد دائما جرانديوز وكثير اكل كثير اكل كثير 90% من الماكولات اللي بتنحط بالاعراس بتنهدر بتنكب. اوكي سو كل هول السوبر الاوتيلات الاعراس وكل الكيترينج يلي بنعمل اذا نحن بنعطي دون يعني اللي ما تاكل اكيد مش يكون انه استعمل او اللي بقي بعده شكله كمان مرتب للفقراء نقدمه للعالم اللي بحاجه. عم ينعمل هذا الشيء بلبنان بنعمل كثير عم ينعمل في ان جي اوز عم تعملهم في مدارس كمان عم انا ان جي اوز بيعملوا مزبوط هيدا الموضوع. يعني صار اكثر واكثر عم ببلش نفكر بالموضوع. بفرنسا عم بيصير شيء كثير مهضوم قطعت صوره هلا بيرجعوا بيحطوا لنا اياها اسمه كوا ما جيرل الكامبين. اوكي الكامبين كوا ما جيرل كوا ما جيرل كوا ما جيرل هي اكيد غنيه لجوني هوليداي بس هن المقصود فيها انه الفواكه البشعه ليش نحن ما بدنا نشتريها بالنهايه لانه هي مثل الفواكه الحلوه المبرومه اللي بتلمع زيت الطعمه. فعاملين بقلب السوبر ماركت ريونات محطوط فيهم ارمات على طول انه الفواكه او الخضره اللي بشعه كمان بتقدروا تشتروها وعم بيساعدوا العالم انه يكون سعرها شوي ارخص. اوكي فهيدي الكامبين مثل ما هون شايفين عم بيبيعوا خضره وفواكه شكلهم منه كتير حلو يعني حتى يرجعوا يوعوا العالم انه مش الشكل اللي الاهم. البرودكت اكيد احنا بدنا نجرب انه ما نهدره وهو مصنع بذات الطريقه يعني ما ضروري نخاف منه لانه شكله بشع. اوكي على كل حال بفرنسا كمان عندهم يعني شيء لافت انه مثلا الكرتون يلي فيها فواكه باخر النهار مثلا بيبقى يلي دجا ما بيكون صاروا منيح دغري بيعملوا اسكونت عليهم. يعني دغري مزبوط. الكيلو الكيوي ما بعرف كيلو الوات ايفر
بيكون كتير أرخص من السعر لو الفرق بين وجه الصحارة وكعب الصحارة. صحيح. وكمان نحن بلبنان هلا ما كتير نكون يعني نيجاتيف، كمان بلبنان عنا بالسوبر ماركت بلشوا ينتبهوا إنه مثلاً إذا دات دو بيرومبسيون تبع البرودكت قربت، كمان بنعمل عليه إنه بنعمل أوفر معينة، يعني منحمس العالم تحت يشتروا، والعالم ما يخافوا إنه من الدات دو بيرومبسيون هي بتنعمل إنه بعد معكم وقت، يعني فيكم إذا هي بتخلص اليوم صاروا عم يعملوا أوفرز عليهم. أوكي، يعني نحن بنقدر نستهلك البرودكت اليوم إذا هو اليوم بتخلص المدة تبعه، يعني ما كتير تخافوا، هو نحن بنعطي مجال نحن إنه للبرودكت، يعني الدات بتكون بعد تعطيكم مجال قبل ما تبلشوا تتسمموا وتعتلوا هم وهيك. سو ما كتير نخاف كمان، لا نحن ناخد على عاتقنا إنه هذا البرودكت أخذ كتير بيئيا حتى ينعمل، وإنسانيا في شغل وراه، في بيئة، في مي، في هواء، وفي تلوث. سو نجرب قد ما فينا نحن نحد من هذا الهدر. دكتور ديزيري نحن بنتشكرك اليوم، لفتي لنا نظرنا على موضوع كتير مهم هو ده منعيشه يوميا ولكن نحن مش منتبهين له. اليوم بدنا ناخذ بعين الاعتبار هالنقطة ونحسب حساباتنا مزبوط. اهلا وسهلا فيك دكتور. حملتي لنا ضميرنا اليوم كثير قصص. هلا بس بدنا ناكل شيء عم نشرب شو رح نفكر كيف وصلنا وقد ايه نحن كمان لازم نساعد بالبيئة. ما شكرا كثير ديزيري.